إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم واضب الأنر سلام اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنه قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن يجدوا في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الظرف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي أما إن يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت لمن جدك أعطاك الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي أما إن يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة
رائحة جد رسول الله فقل ظلام إن جدك وأخاك وتحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لنا دخل معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعمها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبوي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء أو ما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهضمني ما يهضمهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا ضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا خلق يسري إلا في محبتي
هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أخذ بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أنت أذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم السادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذرني ندخل معكم فهل أذرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. فقال علي النبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نديا ما غفر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونظرت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغ. فقال عليه السلام إذا الله يفضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالتي نديا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله همه ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا الله يفزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. نعره حيدري نعره حيدري خان سيد الزهراء بن بلر سلام. أما في زمان بتا دے مجھ کو پر
जब
हर मुंह को देख देख उदू शाद होते थे
अगर मुंह को देख देख दुशाद होते थे बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे सलवा। बयान करता हूँ दरबार शाम का मंजर, बयान करता हूँ दरबार शाम का मंजर, जहाँ थे 700 कुर्सी नशीन फितना घर, यजीद झूम रहा था शराब पी पी कर, और ऐसी बज़्म में अफसोस आगे पैर था उनके सामने एक बदकला मिंबर पर, बयान करता था झूठे यजीद के जो है जब उसने खत्म की तकरीर बदकलामी पर खतीबे जहर से बोले ये आबद मुजतर के तूने खुश किया मखलूक को ज़ुल्म मगर खरीदा कहर खुदा तूने मुख्तसर दर पर, जहां हो ज़िक्र बदरवार वो मिंबर कभे, जहां हो ज़िक्र बदरवार वो मिंबर कभे, लकड़ियों का है वो अंबार वो मिंबर कभे। कहा यजीद से कुछ मैं कहूँ इजाजत है, कहा यजीद से कुछ मैं कहूँ इजाजत है, यजीद चुप था दरबार सारे कहने लगे यजीद दे दे इजाजत से भी कहने दे, ये क्या कहेगा रास्ता है जो नका हंसे संभाल तो रोशन शान के दिगारा जिसका मेंबर था वही बदल मेंबर आया, वो अकेला था मगर सूरत रशकरवाया, वो अकेला था मगर सूरत रशकरवाया, रब पुशा सूरत कुरान वो हैदर आया, जब वो खामोश ज़िबान बदल दरबार चली कर जो वो तलवार चल अनाए बने मकमाओ में अनाए बने जमो सफा अनाए बने अली फातिमा अकेले जाए नूर में मौला ने कहा बिस्मिल्लाह लाए के हम दो सना है तो वही एक खुदा जिसने हम आल मोहम्मद को है तकिया जिसको मालूम है शजरा मेरा जो नहीं जानता वो सुन लेता रुफ मेरा हम अल्लाह ने बख्शी बाबा इल्म और हिलम दिया और दिले मोमिन में लखा है समा अत्व फसा अत्व शुजा अत्व विला अरे कमना की खूबियां छे को ये इज्जत के लिए सिफत साथ मिली है फजीलत के लिए हमें अव्वल जो थे वो अहमद मुख्तार हुए जाफर तैयार हुए हमी हैदर हुए अब्बास से अलमदार हुए हमको मेराज रिसालत भी इमामत भी मेरी हमको मेराज इबादत में शहादत भी मेरी उसका फर्ज़ंद हूँ सहरोज रहा जो प्यासा दरिया दीनो जमीन जिसका रहा था दरिया दीनो जमीन जिसका रहा था तलाशा जिसके सजदे के सबब खाक बनी खाक शिफा खाक और खून में डूबा था इमामा जिसका सुमे असफा तले रोंदा गया लाशा जिसका अहले इतना कह दे जिसकी चौखट पर सलामी को फरिश्ते उतरे नौके नेजा से लड़ी उनकी नौके नेजा से लड़ी उनकी हृदय तुमने खैमे
تک خاکیا کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چاہیا، جس کے پردے کے لیے آیا ہے تطہیر آئے، سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں ٹکرائے، محمد سے نہ تم شرمائے، ہم نے پابند لسن ہو کے تجھے مارا لائے، ابن مرجان جیتا تو نہیں ہارا لائے، بات جب بول گئی سادات محمد ہے یہاں، کہ رو دیے اہل جفا ابھرا بغاوت کا سما، اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم اذان، ساعت صلاح جو یک پشت اذان دینے لگے، حق میں سجاد کے دربار بیان دینے لگے، جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر دا، بولے سجاد بزرگ یہ اسی کو زیبا، جیسے ہی نام محمد کا مؤذن نے لیا، ارے ملک حاکم سے کہا تیرے ولادے بد ہے یہ محمد ہے تمہارے کے ہمارے جد ہے، عیب کیوں اپنے چھپاتا ہے اذان دے کر، کہ اگر تیرے محمد کو ستم کیوں ہم پر ڈال، اس توک پہ زنجیر پہ ایک بار نظر، زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے، بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے، کہ تو تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ، نہ پایا بلنا وہی آئی نہ قرآن اترا، پھر اذانے بھی تو دربار میں ہے دلواتا، ارے ارے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب، جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا، بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی، دیکھی یہ تخت سے سمگار یہ عزت دیکھی، پھر گیا اس سے یہ دربار یہ عزت دیکھی، جس کا حامی ہو خدا دامون اسے عزت دے، عزت دے اس کی اللہ جسے عزت دے، اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نہیں رہا، اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، مرحبا میرے سجاد غریب زہرا، مرحبا میرے سجاد غریب زہرا، موجودہ سرور و ریحان فلک نے دیکھا، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں، جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سفر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں، غسل بابا کی میت کو دیتے ہوئے، یاد باقر کو کر بو بلا گئی، لے کے ماتھے کا بوسا روتے رہے، یاد باقر کو کر بو بلا بلا گئی، غسل بابا جان زہرا کا لالا شش رہا بے کفن، تو کو زنجیر
غسل بابا سلوار یہ کون آنکھوں سے روتا ہی رہا ہے کفن میں روتا ہی رہا ہے
کون نبی زادی کا شام میں جانا سجا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادی کا شام جانا سجاد سے پوچھو چھپتی دی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم حیا سے چھپتی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم حیا سے خورشید کا ان بیویوں کے نام بتانا سجا افسوس نبی زادی کا شام جانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے
سردشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زاد کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب کرے شبیر نے زندہ جب دو ترے شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی بندے ہاتھوں سے وہ نسی میاں بندے ہاتھوں سے اٹھانا سجا افسوس نبی زاد کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ تھا سب کا برا اس نسی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زاد شام میں جانا سجاد سے پوچھو Thank you.
Yeah.
کر